قدر الله سبحان، ونشكر كل من سعى في هذا الامر. الرحمن الرحيم، اليوم ندشن مع الاخ مدير المديريه الاستاذ احمد محمد الحكام راس شارع الكهرباء، تنفيذ مشروع الاشغال العامه. نشكر الاشغال العامه على ما تقوم به من تنفيذ بعض المشاريع في محافظه البيضاء، ونتمنى المزيد من المشاريع سواء من مشروع الاشغال العامه او من الصندوق الاجتماعي وغيرها، وشكرا.